أهم قطاع في مصر، أنت بتتكلم على الأمن القومي الغذائي، بتتكلم على دعم الدولة المصرية، خصوصا أن في السنوات الأخيرة وخاصة في هذا العام بعد جائحة كورونا حصل طفرة كبيرة جدا في تصدير الحاصلات الزراعية. مصر بتشتهر بعدد كبير جدا وتركيبة متنوعة من المحاصيل المختلفة، بساتين وخضر وفاكهة، لكن في بعض المحاصيل قدرت أن هي تحقق إنتاجية مرتفعة عند الفلاح وأن هو يشتغل عليها عشان يزود من إنتاجه. الموضوع ما بقاش إنتاج بس، الموضوع بقى إنتاج وجودة. عايز أقلل من التسميد الأزوتي، عايز أقلل من استخدام المبيدات، لأن أنا يهمني في الآخر يطلع عندي منتج آمن أقدر أوفره للسوق المحلي يكون فيه فائض تصديري. النهاردة أنا هوريكم نموذج جميل جدا لزراعة العنب. الصعوبة هنا أن أنت بتتكلم على أرض زراعية لها طبيعة مختلفة تماما عن الأراضي القديمة، بتتكلم على أرض صحراوية رملية، بتتكلم على مناخ مختلف، على مياه جوفية، دي كلها مشاكل بتؤثر على إنتاجية الأراضي الزراعية. لكن هنا في تطبيق للعلم، في ناس اشتغلت وعندها خبرة عشرات السنين قدرت تتعامل مع الأرض. الأول برحب بحضرتك يا حاج. أهلا بيك. تعرف بيك حاج عماد ظريف. المنطقة اللي احنا فيها منطقة في محافظة البحيرة، مركز بدر، قرية أم صبر، بوابة السخنة. بوابة السخنة. احنا طبعا واحنا جايين هنا كنت بتكلم بقول الأماكن دي كلها الناس جت وابتدت تغامر وابتدت تحمل المسؤولية من عشرات السنين، والحمد لله ربنا كرمهم ونجحوا. احكي لي بداية الزراعة هنا كان شكلها ايه؟ احنا بداية ما جينا هنا كانت الأرض مرتفعات ومنخفضات وغير مستوية ونسبة ملوحة عالية جدا، وكانت الزراعات ما كانتش بتتحمل من ارتفاع الملوحة اللي موجودة في الأرض. تعبنا كتير جدا ومشوار كبير جدا ان احنا نوصل للي احنا فيه النهارده، وبفضل العلم وبفضل الخبرات اللي هي موجوده قدرنا الحمد لله ان احنا نبقى الارض كلها منزرعه زي ما حضرتك شايف كده، وجوده عاليه جدا والحمد لله. التركيبه محصوليه، مش محصول واحد بس. احنا عندنا هنا مهتم بالعنب، تمام، في مشط الفراوله، تمام، وايه تاني عندنا؟ كنا زارعين موز هنا، هنشيلنا الموز وهنزرع مكانه ان شاء الله فراولة، وعندنا برتقان صيفي، وعندنا عنب فيليه. أول ما جيت هنا بقى كان أنت قلت لي الأرض مرتفعات ومنخفضات، يعني أنتوا قعدتوا تسووا في الأرض وتحرتوا التسميد كان شكله إيه؟ نوعية المية، الأبار كانت ميتها لسه كويسة؟ هو في بداية الأمر في الأول خالص كانت نسبة الملوحة مش مرتفعة، بدأت بعد كده لما بدأت الناس تزرع وبدأت الأرض تتشبع بمية ونسبة الملوحة اللي على سطح الأرض تغسل وتنزل في التربة، بدأت الأبيار ترتفع نسبة الملوحة. بدأنا نعاني كتير جدا من ضمن الزراعات اللي كانت موجودة، كانت بتنشف أشجار منا هنا، وكانت زراعات بتنشف كتير جدا، وكان في تدهور وما كانش بيه في إنتاجية في الفترات اللي فاتت ديت تعادل التعب اللي احنا تعبناه في الفترة اللي فاتت. فطبعا بنجيب معالج، بنجيب معالج ملوحة، وطبعا الملوحة إذا ارتفعت فنسبة النماتودة بتبقى موجودة ونسبة عفان الجذور بتبقى موجودة، وده بيؤثر على الإنتاجية وعلى صلاحية الشجر نفسها أو المنتج اللي انت حضرتك زرعه. صح، فدي مشكلة تقلل الإنتاج عندي. في ناس كنت بدخل عندها أرضها يقول لك ابتديت أفكر أقلع الشجرة، ودي كلمة صعبة جدا بعد ما تزرع أرضك وتجيب شتلتك وتشتغل عليها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة اللي بتسبب لك مشاكل في الأرض، منها النماتودة، منها أعفان في الجذور، تسبب لك ضعف في الإنتاجية، يبقى المزارع ساعتها حاسس إن في مشكلة كبيرة. ابتديت تفكر في حلول علمية إمتى؟ أو إن أنت تتعرف على تكنولوجيا جديدة زي معالج الماء المغناطيسي؟ والله أنا من خلال المواقع بتاعتكم بدأنا نخش ونشوف فيديوهات متصورة على مستوى الجمهورية، وفي 22 دولة أنا دخلت على المواقع وشفت إن بقى الموضوع موضوع استحداث علمي تكنولوجي عالي جدا. فعشان إحنا نقعد مكتوف الأيدي ونتفرج وما نخدش التجربة، ناس كتير جدا بتبقى خايفة تخوض التجربة عشان التكلفة المادية. طيب احنا لو قعدنا كلنا مثقفين وغير مثقفين ومدركين وغير مدركين نتفرج بس، يبقى مش هنوصل لحل ان هو يعمل ارتفاع في التنمية الزراعية والاقتصادية. فبدأت من خلال التواجد الفيديوهات اللي موجودة والدول اللي موجودة، وعدد الدول اللي موجودة تقريبا حوالي 22 دولة، فاحنا فين من اللي بيحصل وفين من التكنولوجيا. اول ما جه الجهاز عندك وابتديت تشوفه كنت مقتنع ان ده هيجيب مردود؟ والله انا قبل ما اجاوب على السؤال ده حضرتك، الفكره نفسها عشان تخش ذهن المزارع العادي اللي اكيد مستواه الثقافي للتكنولوجي ما بيبقاش قد حضرتك، لكن بيبقى هو على ارض الواقع عايز يشوف التغيير اللي هو موجود على الارض الزراعيه بتاعته. زرع وحصل له ايه؟ الاول فطبعا انا واحد من الناس، كنت دكتور محمد حجازي تواصلت معاه
فبدأ يكلمني عنده روح جميلة جدا وبدأ يفهمني اللي أنا مش فاهمه. يا دكتور محمد الوضع يقول لي 1 2 3. فبدأت أتحاور معاه أكتر من كذا مرة، أتصل بيه بالتليفون وهو ما شاء الله عنده روح للاستقبال وعنده روح للاستماع وعنده روح لإنه يوصل المعلومة للآخر بالطريقة العلمية على مستوى الثقافات المختلفة في الأراضي الزراعية. أنا كل ده بقول لحضرتك قبل ما أخش على موضوع الجهاز، لأن موضوع الجهاز الطفرة اللي حصلت هي تستاهل، حدث يستاهل إن إحنا بالفعل لازم ندي للجهاز ده حقه، لأن الجهاز ده بالفعل. أنا هضرب مثل بسيط جدا لو في متسع إن أنا أتكلم، يعني أنا عايزك تكلم الجهاز طبعا. تمام. لو في متسع كده نتكلم، أنا عندي شجرة مزروعة بقالها 16 شهر جنب الاستراحة بتاعتي، عبارة عن شجرة فيكس عادية جدا. الشجرة دي من يوم زرعتها لمدة 14 شهر لن تنمو أبدا، خضرة بس إن هي موجودة حية عايشة. ركبت الجهاز في يوم 26/4 كان في رمضان، والدكتور محمد كان موجود معايا وكنا في الحر جدا، ونزل بنفسه يساعد معانا في تركيب الجهاز وهو والرجاله اللي موجوده. فركبت الجهاز وانا طبعا واثق في كلام الدكتور، لكن على ارض الواقع انا مش متخيل حضرتك ان ممكن يبقى فيه تغيير وطفره بالطريقه الجميله اللي حصلت. فمن حق الجهاز ده ان انا كمزارع وبزرع وعندي من العنب وفراوله وبرتقان ان لازم الجهاز ده ياخد حقه. الجهاز ده يا جماعه عمل طفره عندي، اقسم بالله العلي العظيم لو في ذره من الرياء انتوا من خلال استماعكم ليا وسياق حديثي دلوقتي انتوا هتحسوا بالكاذب والصادق. اقسم بالله ان الجهاز جاب تغيير معايا اكتر من 100%. وكان الدكتور محمد كان دايما يقول لي شجره الفيكس حصل فيها ايه؟ يعني انت 14 شهر ما فيش نمو، في خلال شهرين حصل الشجره ديت من يوم 26/4 هي عايشه، الورقه بتاعتها عايشه لا بتنمو ولا حاجه. بدأت الشجرة دي تتحرك كل يوم ما يقرب من سنتي في البرعم الجديد، لدرجة ان انا ما كنتش متخيل. معايا حد من الرجال اللي شغالين معايا بيقول لي الشجرة دي اتغيرت ليه؟ احنا بنسمد بقالنا 14 شهر نفس التسميد، ايه اللي حصل جديد؟ قلت له اللي حصل جديد ان احنا ركبنا جهاز دلتا وطن. طب الجهاز ده موجود عندك في الارض بقاله كام شهر؟ انا مركب الجهاز من يوم 26/4 كان كنا صايمين في رمضان، يعني الكلام ده بقاله تقريبا 3 شهور. تمام. وقدرت تحكم عليه؟ ايوه يا فندم. طب انا موجود في العنب الموسم السنه دي كان صعب. تمام. تغيرات مناخيه شديده، ارتفاع في درجات الحراره صباحا، انخفاض شديد مساء، ده كله كان بيسبب مشاكل في البساتين. العنب كان اخباره ايه عندك؟ بفضل الله والناس اللي موجوده تشهد ان كان عندنا اعلى انتاجيه موجوده في المنطقه. أيوة. وانا ليا جار هنا اسمه الحاج المصري يشهد بهذا الكلام، كان عندنا هنا اعلى انتاجيه واعلى جوده. شجره العنب المفروض ان انا بشتغل عليها طول السنه. تمام. مش خدت العنب وخلاص، فهي انا شايف ان دلوقتي في معدل نمو خضري، الشجر صحي، يعني حتى لو انت كمزارع تجيب لي الشجره في الوقت ده ما شاء الله هي مكمله معاك. حضرتك بعد ما ركبنا الجهاز هنا، ركبت جهاز هنا وجهاز في البرتقال. أيوة. ما ركبتش جهاز واحد. بعد ما ركبنا الجهاز المفروض ان البراعم دي حضرتك بتمشي بمعدل معين. اقسم بالله السنه دي كان المعدل فوق المعدل الطبيعي نهائي. ما شاء الله. كان البرعم دوت كان اهو اللي ما بتقطع قدام حضرتك ده. أيوة. ده كان بيعمل مثلا حوالي 50-60 سنتي، السنه دي وصل البرعم للشجره الثانيه. ما شاء الله. كان عامل لنا اجهاد ان احنا نفصل ونقلم وندخل الضوء للاشجار. تركيب الجهاز كان فيه نوع من الصعوبه، لان انا قلت للدكتور جه وانا والرجاله فالموضوع صعب. لا لا لا، هو صعب ايه ده حضرتك؟ فلانشه من ناحيه دي وبيركب الخط، بس عشان احنا لسه ما عندناش فكره عن تركيب الجهاز فكان بالنسبه لنا حدث. ايوه. لكن تركيب جهازه ايه ده؟ اذا هي بتركب باربع مسامير من هنا واربع مسامير هنا، بيصل الخط وبيتم سريان الماء من الجهاز لاستقبال بقيه الخط والتوزيع. ربنا يوفقك، انا بشكرك جدا وفخور بالنتيجه اللي انا شايفها. شكرا.
النجاح جميل جدا وبيخليك تفكر ان انت تزود من انتاجك، يبقى عندك امل ان انا النهارده بدل ما بزرع فدان ازرع 10. كمان في مشكله بتقابلنا كلنا او على مستوى العالم على فكره، نظره المياه. انت النهارده المفروض بتستخدم الموارد المائيه ادق استخدام، مفيش قطره ميه الا لما بيكون محسوب هعمل بيها ايه واشتغل بيها ازاي. مفيش حاجه اسمها اصل الميه دي ما تنفعش للزراعه، اصل الميه دي مرتفعه الملوحه، الكلام ده قديم. النهارده في علم جديد بيقول لك ان انا اقدر استخدم المياه مرتفعه الملوحه في المحاصيل الزراعيه بعد معالجتها بالتقنيه المغناطيسيه. الكلام ده لما انا ابتديت رحلتي مع اسال مجرب كان جديد عليا، لكن لما نزلت واتكلمت مع المتخصصين، اتكلمت مع الفلاح نفسه، شفت ان في مردود جميل جدا على الاراضي الزراعيه. هكمل النهارده معاكم بعد ما اتكلمنا عن العنب، هنتكلم عن الفراوله. فراوله حساسه جدا على فكره. برحب بيك الاول. تعرف ايه؟ مهندس هاني مختار، مهندس انتاج فراوله. نسبه الملوحه هنا كام؟ هي بتختلف طبعا في المنطقه دي من مزرعه لمزرعه. ماشي، احنا دلوقتي موجودين في مزرعه الحاج عماد ظريف، نسبه الملوحه هنا كام؟ هي الملوحة هنا واصلة 1200. 1200 دي المنتشر في المنطقة ولا في أقل وفي أعلى؟ في أقل من كده بكتير، بس هي بقت ظاهرة دلوقتي في المزارع بحالها ارتفاع نسبة الملوحة في المية. كنا في المنطقة بحالها كنا بنتكلم في 400 و500، اللي كان 500 ده يبقى كان يعني كان بالنسبة لنا عنده أملاح. إنما دلوقتي 700 و800 وال1000 و1200 بقت عادية خالص في المنطقه. عاديه ان انا اسمع عنها بس مش عاديه للزرع. عاديه ان انا اسمع عنها، عاديه ان انا ادق بيه واوصل لحد 200 و250 والاقي برضه 1200. دي كمتخصص فراوله لما حد يقول لك نسبه الملوحه 1200 جزء في المليون، ينفع ازرع فراوله؟ لا هو ما ينفعش بكل المقاييس، ما ينفعش. حتى لو نفع في نمو خضري مش هينفع في انتاج، في تزهير، في نمو خضري، في انتاجيه. هتبقى بس نبات واقف وعايش بس كده، وهتبقى مشاكله كتير. مهما تعالج معالجات ملوحه برضه هي المشاكل بتاع الملوحه ما بتعديش بالنبات. مش معنى انت زرعت هنا فراوله ليه؟ احنا هنا عشان طبعا جبنا جهاز، الجهاز انا كنت مستخدمه من 5 سنين، وكنت كلمت الدكتور محمد وكان عندنا مشهد 20 فدان، وجات الميه غارت معانا. كان في اول 7 أو 10 7 ما كانش يعتبر عندنا مشتل، يعني كان يعتبر شويه مدادات بس كده، وراس المداد محروق. فطبعا ديت عمرها ما كنت هتعمل مشتل، وكان عندنا مساحه كبيره من الانتاج، فكنا لازم نجي بقى هنا وهنا ونحجي الشتله هنا ونحجي الشتله هنا. فطبعا لقيت الدنيا الوضع مكهر كله. يا جماعه طب هنعمل ايه؟ هندق بيه؟ ما برضه هندق بيه هنلاقي نفس الايه؟ نفس مشكله. فاول ما فكرنا في كلمت الدكتور محمد وقال لي في عشان تتاكد في مزرعتين، واحده موز واحده موالح وعنب وكده، بص عليهم بصه قبل ما اجيب الجهاز. بصيت على الموز وشفت الصور بتاع الموز قبل الجهاز وبعد الجهاز، الدنيا مختلفه خالص. ورحت المزرعه دي على الصحراوي في مركبه 5 اجهزه، بصيت عليهم وبصيت على الموالح وبصيت على العنب اللي عندهم، فطبعا الدنيا متغيره خالص يعني. ففكرنا نجيب الجهاز، جبت الجهاز. اول ما جبت جهاز 5 بوصه وركبناه تقريبا كان في 10 7 كده. 10 7 يعني 10 7 كان 2000 و احنا كان من 5 سنين الكلام ده. من 5 سنين. فطبعا الوقت ضيق ومحتاجين شتله غاليه، وعشان تزرع مساحه كبيره وتشتري شتله يعني مكلفة جدا طبعا. لازم المشتل ينجح ولازم تاخد شتلتك. عمل ايه بقى جهاز؟ اول حاجة كانت المدادات اللي كانت طالعة، والناس عارفة الكلام ده كله، المداد اللي بيبقى طالع، كل البنات اللي طالعين من حوالين الام دول كان راس المداد محروق بسبب الرشاشات وبسبب الملوحة والكلام ده، والنبات ما كانش ماشي. يعني كان بيطلع مثلا، المفروض احنا كان في 7، في اول 7 أو 10 7 كانت المفروض الام دي مثلا تجيب لها 25 30 بت. كانت جايبه 5 6، وكان كل اللي يطلع من 5 6 كان بيحيط كمان. فجبنا الجهاز صراحه، بس ايه يعني كل طبعا ما في الاول اول تجربه ليك في الجهاز بتجيبه انت مش مقتنع. يعني طب هو انت ما شفتهاش في فراوله، انت شفتها في موز وموالح. طب واخد المسؤوليه كلها، واخد مسؤوليه. فحتى كان صاحب الشغل يقول لي على مسؤوليتك. على مسؤوليتي خاصه. المهم رحنا جبنا الجهاز، وبعد حوالي 7 10 ايام الدنيا بقى طبعا ركبناها بسهوله، لان هو تركيبه سهل جدا. 10 ايام وبدات الدنيا تتغير، قلب جديد يطلع، جذور بيضه من البنات كتروا،
بقى في عندي 20 بت او 20 مداد، واصل مداد اصلا صحي وحيوي، مجرد بس ما يطلع كده تبص تلاقي ثبت نفسه وجذور بيضه. فالدنيا بقى ده كخبير في زراعه الفراوله بتتغير بقى او بتقلل من نسبه التسميد اللي انت بتستخدمها؟ هو كل المشتل ما يبقى ماشي مع ارتفاع درجات الحراره شهر 7 وشهر 8 بتقلل انت درجات الحراره، بتقلل انت تسميدك شويه، بتقلله بس ما بتقللوش، لان برضه ده نبات وبيبقى برضه بيطلع خلف كتير، محتاج بدل ما كنت بتدي كيلو لا انت بتدي 2 كيلو و3 كيلو و4 كيلو. بس مع وجود الجهاز كان في جزء من التسميد كان بيفقد، فانت دلوقتي ما بقاش في جزء بيفقد. فكنت مثلا المفروض كنت تزود كمياتك، لا كانت كمياتي كانت بتبقى ثابته وكانت بتجيب احسن نتيجه. يعني انا كنت مثلا بستخدم 6 كيلو فدان، المفروض في الوقت ده 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو، لا هم كانوا 6 كيلو وكانوا عاملين معايا شغل كويس. عندك اعتدال في التسميد؟ بقى معتدل في التسميد، حتى النبات بقى ماشي بيعد معايا، بيعد معايا يعني ايه؟ اللي انا متوقع منه بلاقيه، اللي انا متوقع منه بلاقيه. كلمه اخيره عن تكنولوجيا معالج النمل المغناطيسي للدلتا. هو انا دايما لما بكلم اي مزارع بقول له على الجهاز بتاع دلتا وسطى دوت، اول حاجه بقول له دي تكنولوجيا يابانيه. وزي ما احنا بنستخدم التكنولوجيا في حياتنا، الاول كان عندنا تلفزيون ابيض واسود، دلوقتي بقى عندنا تلفزيون ملون. دي تكنولوجيا احنا ايه بنستخدمها. كان عندنا دلوقتي معانا تليفونات بتجيب اللي عندك في امريكا. لا هو التقدم حلو، بس انت كخبير في الزراعه تقول ايه عن مردوده كزراعه بقى؟ ما هي دي تكنولوجيا، وانا لو ما استخدمتش التكنولوجيا في الزراعه يبقى انا برضو ايه ما مش همشي مع الناس. فالناس برضو ديت اللي هي اللي عملوا الجهاز دي كان عندهم مشكله وفكروا فيها وعملوا جهاز اللي هو ايه معالج المياه. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا، كل سنه وحضرتك طيب. كل نقطه ميه قادره تدي خير من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. لتسيب المية ملحة والشجر يطرح صفار، بتخلي الأرض صالحة والصحاري تزيد خضار. انت محتاجة جهاز، الطبيعة محتاجة والجدارة وامتياز، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية دلتا، ربح زايد خير يا عم، مية واصلة لكل حتة. انت احنا جنبك، ايوه جنبك مش بعيد، هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. الكون محتاجه جهاز، الطبيعه محتاجه والقداره وامتياز جاي وجاب الخير معاه. الكون محتاجه جهاز، الطبيعه محتاجه والقداره وامتياز جاي وجاب الخير معاه. والشجر يزيد وينتج والخضر على كل لون، فاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا يا ابن بلدي، ده سر قول لك عليه، الجهاز قد التحدي، دي ارضك غالية عليه. والقدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه. التوت ده جهاز، الطبيعة محتاجة والقدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاه.
مصر نجحت في إنتاج الموالح، والحمد لله كمان ناجحين جدا في تصدير الموالح خاصة البرتقال. ده معناه ان احنا قدرنا نزود في الانتاج وقدرنا نحسن من الجودة، انتاجية الفدان وجودته بتنافس النهاردة عالميا. دخلنا اسواق جديدة زي سوق اليابان، وصعب جدا ان هو يقبل منك اي منتج الا لما يكون مطابق للمواصفات. النهاردة انا لسه مكمل معاكم، هنا نسبة الملوحة 1200 جزء في المليون تقريبا، زي ما شفنا نموذج للعنب ونموذج للفراولة. هكلمكم عن البرتقال لان انا وانا بتكلم مع حضرتك حسيت ان هو ليه قيمة عندك وبتعتز بزراعة البرتقال. ليه؟ اول حاجه ان هو ما بياخدش تعب معانا في الزراعه زي العنب. أوه. يعني مفيش توريق، ممكن لو غاب التسميد شويه ما بيأثرش عليه زي منتج العنب. الدرجات والتغيرات اللي بتحصل المناخيه ما بتأثرش فيه للدرجه العاليه، فعلشان كده انا يعني بحترمه شويه كده يعني. وهو بقى فاكهه جميله كمان. الملوحه عملت فيه ايه لما ارتفعت؟ لما الملوحه ارتفعت اولا غيرت لون الشجره. أي. الشجره من اللون الازرق الداكن بدات تفتح لون الشجره، الورق بقى يصفر وبقى يتساقط وبقى تحطب من الداخل. ايوه ده بسبب ارتفاع الملوحه اللي كانت في 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 جذور الشجر. لما بترتفع نسبه الملوحه عندنا الفلاح بيبقى عايز يدور على حل بسرعه عشان يزود الانتاج وعشان يعالجه. ايه اللي انت او الخطوات اللي انت خدتها علشان تعالج مشكله ارتفاع نسبه الملوحه؟ انا بدايه لما ارتفعت نسبه الملوحه اثرت على الجذور وادت الى وجود نيماتوده في جذور الشجر، والنيماتودة جابت أعفان جذور. أيوة. مما أدى إلى أن في أشجار نشفت. بيب. لما بدأنا نخش ونسمع عن التكنولوجيا الجديدة لجهاز زلطة ووتر ركبنا الجهاز. تمام. بدأ يحصل تغيير في لون الشجر زي ما حضرتك شايف، الأزرق الداكن بدل ما كان بيبقى أصفر والورق بتساقط وبيقع. فحبيت أعمل تجربة لنفسي. قبل التجربة بقى أنا في حاجة هنا، شبكات الري دايما هي اللي بتكشف لي الملوحة والحديد، شبكات الري كان يبان عليها حاجة؟ هو دي برافو عليك السؤال، لان انا معايا حد شغال معايا هنا في المزرعه. لما ركبنا الجهاز بدات تمر الميه من داخل الجهاز، بدات تفتت الايونات اللي موجوده، بدات تفتت جزيئات الحديد وجزيئات الملوحه اللي موجوده. بعد ما كان النقاط بيبقى قدامه ميه بيضاء عاديه، لما ركب جهاز دلتا ووتر بدا يفتت الحديد اللي موجود في الميه. لما يفتت الحديد اللي موجود في الميه فبدا يخرج من النقاطات على الارض، فبدا يعمل صدى موجود على سطح الارض. ايه التغيير اللي حصل؟ إن الجهاز لما ركب فتت الحديد اللي موجود فبدأ يخرج من النقطات ونقل مية من الحديد ودليل أكبر على إنه بالفعل بيفتت جزيئات الحديد. أنا عندي تانك فوق الاستراحة طن مية بستخدمه في الغسيل وكده، في مرقة في أرضيته من تحت نسبة حديد، فكنا لما نيجي نزود التانك ونغسل منه مجرد المية ما تنزل يعمل عقارة من الحديد ونغسل منه عادي جدا. لما ركب الجهاز بدأ الجهاز التفاعل الموجود للمغناطة 72 ساعة، فبدأ الحديد ينزل اللي هو مرقد في قلب التانك من تحت. تمام. ينزل في الحنفية بعرض مستمر. ده دليل على إن فيه الجهاز عامل شغل، والشغل ده أدى إلى تفوير الحديد المتراكم في أرض التانك فبدأ ينزل لنا في الحنفية. ده بالرؤية العين. في تجربة قالها لي إن على الفيكاس، حاسبكم تشوفوها بنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا مثل جنب الاستراحه، هنا في شجره فيكس موجوده على جنب، هي مزروعه بقالها 16 شهر. 14 شهر الاولى من زراعتها كانت عايشه، الورقه موجوده ولا ما فيش نمو نهائي. الشجره دي بعد ما ركبت الجهاز من 26/4 بدا البرعم يطول ما يقرب من 40 سنتي، بدا يحصل نشاط في الجذر وبدات الشجره تنمو بالطريقه اللي حضرتك شايفها دلوقتي. مرحبا بحضراتكم مره اخرى. أشجار الموز أشجار جميلة، عندنا إنتاجية مرتفعة الحمد لله في مصر، وجودة كمان، محصول أو فاكهة من الفواكه الغنية بالعناصر المعدنية للمستهلك بيحبها. محصول الموز بيحتاج برضو معاملة ورعاية، مش سهل إن أنت تنجح في زراعته. النهاردة أنا هوريكم نموذج جميل جدا وتجربة ناجحة لاستخدام معالج مياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر. الناس دي هنا نسبة الملوحة عندها مرتفعة لكن ما توقفتش عن العمل، ما توقفتش عن الإنتاج. ده اللي انا عودتكم عليه في اسال مجرب، ان انا اكون موجود معاهم داخل الاراضي الزراعيه، اشوفهم اناقشهم اتعلم منهم بيعملوا ايه في الزراعه. كل عام حضرتك طيب، تعرف بيك كامل السيد دغيتي. ازيك يا حاج كامل؟ مرحبا. احنا فين دلوقتي؟ المكان ده اسمه ايه؟ السخنه. مركز بدر البحيره السخنه. يا حاج كامل انت بقالك كام سنه هنا؟ بقالي 10 سنين. ربنا يديك الصحه. احكي لي بقى الارض دي مساحتها قد ايه؟ بتتعامل معاها ازاي؟ لما زرعت هنا اول حاجه كنت زرع ايه؟ اول ما زرعت العنب طبعا. العنب او الموز. أو الموز كنا بنعاني شويه لان الاملاح بتاثر عليه بسرعه. ايوه.
لما ركبنا الجهاز ده بسم الله ما شاء الله ادينا نتائج حلوه ما شاء الله. طب الملوحه كانت عندك كام في البدايه اول ما عملت الجهاز؟ الملوحه كانت 850. ده في زمان. من كام سنه بقى؟ من 8 سنين كده. 850 جزء من مليون. اخر مره حللت كان امتى الميه؟ المحلل اللي ورايا بنفس النتائج برضه. نفس النتائج؟ 850 ما زادتش. طب ودي ما اثرتش على المحصيل عندك؟ هي مأثره على المحاصيل بس لما ركبنا الجهاز بسم الله ما شاء الله ظبط الكلام. انت بقالك قد ايه مركب الجهاز؟ بقالي شهرين كده. شهرين؟ اه. طيب قبل الشهرين دول انا عايز اعرف ايه يعني شجر الموز اللي انا شايفه ده ايه مشكلته لما الملوحه عندك 850 جزء في المليون؟ كان بالندوه بيبقى فيه كتير ماشي والنمو الخضر بيبقى عالي والصمات بتبقى خفيفه ما بتديناش وزن ماشي وبرص بحس ان العود برص كده ما بيبقاش فيها مش مفروض. مش مفروض. طيب وده بيأثر على الانتاج عندك في الاخر؟ اكيد طبعا. وزن ما فيش، حتت صغيره ما بتكبرش. كده. طب وبعد ما ركبت الجهاز بقى هو من في خلال شهرين تقدر تحكم عليه؟ اكيد. لا اكيد يعني. لا اكيد اداني نتائج حلوه بصراحه ربنا. في شهرين. في خلال شهرين قدر يقول ان الجهاز اداله نتائج. طب انا عايز اعرف ايه النتائج؟ ان كان ان الصمطه والاداني ما عادتش بتغرس. النموات اللي انا شايفها لونها الفاتح دي الجديده دي الورق ده حضرتك بيجي ورا بعضه كده. فاما ركبنا الجهاز ما عادش الكلام ده. يعني زي ما بقول لحضراتكم دي الاوراق المحروقه دي الاوراق القديمه دي اللي هي باين عليها الحروقه في طرفها. الورق نفسه كده المفروض يبقى مقطع كده مكسر كده ولا المفروض يبقى مفرود؟ ده من الهواء. النموات الجديده اللي هي لونها فاتح هنصورها برضو ونجيبها لحضراتكم باينه في النص هنا الورق سليم وحوافه سليمه الاطراف بتاعته ما فيهوش مشكله. في شهرين بس؟ في شهرين. ناوي تغير معدل التسميد اللي انت بتسمد بيه ولا هتمشي على نفس البرامج؟ قليت في التسميد شويه. ماشي. وبالنسبه لمعالج ملوحه ما عادش بنحط معالج ملوحه. بطلت وقفته؟ وقفته خالص. انا شايفك جايب خراطيم ري كتير وحاططها على جنب. هي الاملاح دي كانت بتسبب مشكله في شبكات الري الحديد. كان بيعمل ايه بقى؟ بيقفل النقطات يقفلها. ما بتقعدش معانا سنه. كل شويه تشتري غيرها ما بتقعدش معانا سنه. فدي وفرت عليك برضو ان انت تشتري شبكه ري بالظبط. المساحه عندك كام فدان؟ 15 فدان. النتيجه بانت في ال 15 فدان؟ بانت حقيقي في ال 15 فدان. عنب وموز. عنب وموز، بسم الله ما شاء الله المردود هنا وهنا اتحسن في شهرين بس. الحمد لله. يعني الحاج كامل هو صاحب الارض بيتكلم عن تجربه شافها بنفسه طبقها، قال لي معدل التسميد عندي انا قللته، وقفت مضادات الاملاح، شبكات الري بيقول لي كانت بتتسد من الحديد. في خلال شهرين بيقول لي شكل الشجره بتاعت الموز اتغيرت. نسبة الملوحة هنا 850 جزء في المليون. قال لك دي كانت تعبة الموز والزرعات. بشكرك. كل حاجة ليها طعم لما تبقى المية جلدة، ربح زايد خير يا عم، مية واصلة لكل حتة. انت ابدأ واحنا جنبك، ايوة جنبك مش بعيد، هتلاقينا جوا بلدك شرق غرب هتستفيد. الجوافة ده جهاز الطبيعة محتاجة، والقدارة وامتياز جاي وجاب الخير معاك. الجوافة ده جهاز الطبيعة محتاجة.